واحد اللقطه وقعت بغيت نشاركها معكم. واحد اللقطه وقعت واحد السيده معروفه معروفه المهم معروفه، اتصلت بالمكتب وطلبت واحد اللقاء معايا. وكون انه البرنامج العمل اليومي عامر، فما كانش ممكن انها تلاقى معايا. وكانت سولتني السيده وقالت لي راه هاد السيده راه معروفه، انا ما تنعرفهاش الصراحه وما عمرني تفرجت فيها وما تنعرفهاش. قالت لي اودي راه السي امين راه عامر، ما عنديش كي ندير معاك. راه انا هي قدمت لها نفسها والسيده عندي العيالات تيتبعوها، فهمتها وعرفتها وهي تقول لها. قالت لها اودي المهم انا نشوف مع السي امين. جات عندي قلت لها واخا ماشي مشكل، واحد 10 دقائق ماشي مشكل نشوف اش عندها. ملي قالت لها 10 دقائق قالت لها كيفاش، قالت لها كيفاش هو ما عندوش الوقت، كيفاش هو ما عندوش الوقت و لقيتها تسحبو كدير لايف فين ساعة ولا ساعة انه انت ما عندك ما يدار وكتحس معاك في الوقت اللي كتعطيه للناس. هي بغات دوز، هي احسن من هاد الناس اللي كيتابعو، وهي احسن من عباد الله اللي من 2000 واحد ولا 2500 واحد اللي كتابع اللايف، وخاصها هي تدوز في اي بي. وهاد المشكلة عند المشاهير بشكل كبير، راه عند المشاكل بشكل كبير. تيسحب راسو راه كيبان في التلفازة ولا انفلونسر ولا شي تخربيقة. داك التخربيقة بلا ما تجي دا تديرو عليا، انا تنقولها رسالة بهذا الاسلوب الملحط. راه صابخ كان في الشهرة، انا راه 2009 حاسخ وتنطلع للطوبيس وبنادم كله كيعرفني وانا حاسخ ما عندي حتى باش نشري طوموبيل. الطوبيس كامل كيهود عليا ويتصور معايا في 2009 ليبوك طلعت عليك الشمس وبديتي كتعرف. داك الشغل اللي موالفه انتيا كيديروا معاك في المحلات وكتجبدي سميتك ماشي عليا، انا عندي الشعب كله بحال بحال، انا نهضر معاكم بالواقع وانا هاد الهضره غادي نعطيها لجميع الناس. اختي الا انتيا مشهوره ولا انت اخويا مشهور، مشهور راسك انت عندي هنا بحالك بحال اي واحد، وانا عندي كونسيبت وطلقينا مع الشداد الحمد لله في هاد البلاد. كلشي عندي انا بحال بحال، عندي انا كي هذاك اللي كنسلم عليه الصباح ملي كنكون طالع للبيرو العساس، كاين واحد واصل ما عرف فين، عندي كلشي بحال بحال. فداك الطافي اي بيات انا بالنسبه ليا ما تنقبلهاش. ديك الطافي اي بيات، هذيك الطافي اي بيات ديرها على الخضار، سيري ديرها لا قبلها لك حتى هو، ما راه كاينين شي ناس اللي بنفسهم والله ديروا هذيك الطافي اي بيات على خضار لا شي واحد الا قبلها لك، ما راه كاينين الناس بنفسهم، راه تلقى خضار وتلقى هذا وتجي كاع تقدم لهذوك ما يحاشيها لك، والله ما يحاشيها لك بالله. موالفه انت كيديروا معاك هذاك الشيء ولا كتاكلي فابور في شي بلاصه، جاش تصور عليا انا عندك عطيتك 10 دقائق لطفا مني، ما عجبتكش 10 دقائق ودات تحاسبوا معايا لا في ساعه لا ماشي ما عنديش ما يدار. حيت انا انسان هذا اللايف هذا كنديرو قبل ما يمكن تعرف، هذا اللايف كنديرو قبل ما من 2009 وانا تنديرو، عندي وقت كنكونساكري بالنسبه ليا هذا وقت كنكونساكري للناس. انت بنادم ولا تيدخل معايا حتى في علاش انت دير اللايف عندهم ساعه وحنا تعطيناش 10، ما بغيتش نعطيك انا، بغيتي تخلص بحالك بحال عباد الله ودوز. عجبك ما عجبك الحال سير شرب البحر، راه بنادم باش يجي يشوفني 10 دقائق وبغى يدوز داك النهار راه تيخلص فلوس، انت بغيتي تدوز فابور، شكون انت كاع اش كدير لنا في هذا المجتمع؟ هاد الهضرة ما كرهتش نقولها ليها فاص، وانا قلتها لايف ويسمعوها العالم كامل اللي بغيت تفي اي بي تفي اي با على راسو يجي تفي اي بي عليا. راه جلسنا ولله الحمد مع امراء وهضرنا معاهم كي تنهضر معاكم دابا امراء اتونسيون، بديتي يلاه تعرفوا وتجي انت ديري علينا فيها. سالينا هاد الفيلم بغيت تفي اي با بغيتي بحال بحال عباد الله بسالة بسالة هذيك والله الا ولات البسالة في هذا المغرب وحق الله. لا الله هو داير اللايف، ندير اللايف حتى ساعتين ثلاث سوايع سوقك انت دخلي لي انا في حياتي تفكرتها دابا. راه هذا اللايف اللي طلع راه غيب امين ما طلعتيه انت، راه هاد الناس اللي داير لهم اللايف انا اللي طلعوني طلعتيني انت، كون ما كانوا هاد الناس كاع ما انت كاع النهار الاول ما تعرفيني انت بعدا.